سجلت مملكه البحرين ارتفاعا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 161 حاله قائمه جديده، منها 52 حاله لعماله وافده، وتسعون حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى 19 حاله قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم، فيما اعلنت الوزاره تعافي في احدى وثلاثين حاله اضافيه ليرتفع العدد الاجمالي للحالات القائمه الى ثمانمائه وتسع حالات